سوري الانترنت ماركتينغ باش زوين بسيط، ما ضرب السنه ضرب شهر تولي طياره، ولكن الا خدمتي بهذه العقليه ديال اجي نقول لك. شوفوا الاخوان المبيعات تتصدم من اللي يجوك المبيعات ما يجيكش النعاس، وديك الساعه لان البيع الاخوان علاش اللي تيخلي عندي انا الثقه في النفس. هو في 2018 بعنا اكثر من 16 مليون دولار، كنبقى عدد في معاد تقول وات ذا فاك، عليها السيمو كيدوي، عليها الخوت هادشي اللي كانوا خازنين، عاد دابا فهمت الفلوس فين كاينه، عاد تنوض من النعاس، عاد يديروا لك بحال دابا راه انت عينك مغمضه، راه مغمضه ماشي في والو، عاد بحال اللي يحلوا لك وتجي تقول. وهذه المشكله اللي طرالي اثبت بلا نعاس، اثبت الليل كامل وانت كتحسب في الفلوس. لحقتاش هادشي شفتو مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، الانسان كي كيدير هادشي اللي تنقول ليه انا كنقول تيبقى عليا. دابا حتى في تايلاند، في تايلاند راه تنكوت شي شحال من واحد هنايا في تايلاند على ها كيفاش شنو كنت بغيت ندوي على هاد اللايف. هذا واحد اللايف فيها واحد اللقطه مهم، على حقاش كنلقى بزاف ديال الاخوان فهمتي تي 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 بحال اللي قلتي كيعطل النجاح على راسو. النجاح راه حدا رجله وهو كيمشي كيضرب له واحد الدوره طويل، عم نريح بقيت غادي جاي غادي جاي. النجاح راه حدا رجله مي تيمشي يضرب له واحد الدوره طويله. اخوان شحال من واحد تيصيفط ليا ما عنديش البرودوي باش نبدا، عرفتي شحال من واحد بلا حساب بلا حساب. خويا السيمو باغي نبدا ما عرفتش البرودوي باش نبدا، خويا السيمو باغي نبدا وما عنديش البرودوي، خويا السيمو الفيلم داير على البرودوي. وانا نقول لك كيفاش تبدا، لان اصلا في البدايه انت باقي ما عارف والو، ما عرفت حتى حاجه. بحال اللي قلتي شي واحد مشى درس الطب ويلا باقي ما باقي ما دخلش للجامعه، باقي ما دخلش للجامعه تيقول لها راه باغي راني باغي نفتح وما لاقيش شي واحد نفتح ليه. استاذ واش انت قريتي اصلا؟ واش انت اصلا خديتي الدكتوراه ديالك؟ واش عاد تفتح لبنادم؟ هاكا تيولا تيجينا هاد الانترنت ماركتينغ والاي كوميرس. بزاف ديال الشباب كيجي تيقول لك خويا السيم راه ما لقيتش شي مريض نفتح ليه. صاحبي نو ما تقلبش على شي مريض تفتح ليه حتى تقرا هو الاول وتفهم. عاد ديك الساعات عاد ديك الساعات بحال تدوز شي 16 عاد ديك الساعات يعطوك المريض تفتح ليه. ان شاء الله صاحبي باقي ما ضربتي حتى السنه الاولى ديالك. بيان سور الانترنت ماركتينغ باش زوين بسيط، ما ضربش السنه ضربي شهر تولي طياره، ولكن الا خدمتي بهذه العقليه ديال اجي نقول لك. اسمع اصلا شنو اجي نقول لك، اجي تمشي ما تحتاج حتى برودوي. سمع هاد الهضره هادي وحق الله الا طبقتيها غتمشي بعيد في حياتك كاملين، لا طبقتها والله الا تمشي بعيد فيها. ما تحتاج لا برودوي لا حتى لعبه، غتحتاج دولار في النهار حتى ل 5 دولار في النهار. الا مشيتي تقرا في شي كول بريفي في المغرب داخلني عليك شحال بالله شحال تخلص، غتخلص واحد 4000 حتى ل 6000 درهم تقرا في شي كول نقيه مزيانه محترمه، لا تخرج منها 5% يخدموا الباقي يتلع، هادشي معروف فهمتي. انت اللي درت هاد القضيه اللي دار هاد القضيه هادي نضمن ليه 100% غادي ينجح، يعني فهمتي الا مشيتي طبقتي هادشي غادي نضمن لك 100% غادي دير شي حاجه في حياتك. بدل تمشي بدل هذيك ال 1500 اللي غادي تخلص لشي ايكول، شد ديك ال 1500 وخلي بقى في ليكول ديالك، بقى في ليكول ديالك حتى يبانوا لك النتائج، بقى في الخدمه ديالك حتى يبانوا لك النتائج. اشوف راه اسوء حاجه هي تقول لخوي القرايه نخوي الخدمه وانت باقي ما داير والو، تبقى ما داير والو، لان كما كنديروا واحد الحاجه في حياتنا كنديروا الباقي. الا كنتي عيان في الخدمه ديالك غتكون عيان حتى في الخدمه هذه، غتكون عيان في حياتك كامله. بقى وكون مزيان في خدمتك، سير كون انت هو الوار السبع اللي كيعطيهم اللاصق اللي كيخدم اللي كيدمر، وجي وحط البيستي ديالك وخدم وكون نفس الشخصيه اللي كنتي تمايا فهمتي. يعني هذا الشيء اللي غادي نقول لك انايا، غادي تشد 1500 درهم في الشهر، غتمشي غتحل ستور، حلو في شوبيفاي، حلو عندنا في يوكان مرحبا بك. حليتي في شوبيفاي غادي تخلص واحد 29 من الاول غتخلص 29 دولار. عندنا حنا ما غتخلص حتى ريال، غتمشي تبدا تخلص من بعد وغتخلص 2% غتخلص 2%، عندنا حنا غتخلص 1% وغتخلص الا كنتي كتخدم السعودية تخلص 0.5%. يعني شنو غادي دير؟ غادي تمشي غادي تشد ديك 1500 درهم تخسرها كامله في الادز، كامله في الادز 1500 درهم تخسرها كامله في الادز. هادشي برودوي تخايل، هادشي برودوي تخايل انه عندك، داك البرودوي ما عندكش، داك البرودوي ما عندكش، تخايل انه عندك. قول هاد البرودوي واعر زوين عجبني، هزو حطو في السطور بحال اللي عندك،
راه انت باقي كتقرا صاحبي، راه ما غاديش دوز للبيع، راه ما غاديش دوز تبيع وتشيبي ودير كلشي نهار الاول. اي دقه دقه، راك انت هي تلميذ في واحد المدرسه ديال الاي كوميرس. اسمع اسمع استاذ الله يرضى عليك، الا بغيتي والله الا جيت ماشي بعيد الى اسمع، تخيل البرودوي بحال اللي عندك، سير لعلي اكسبريس، ضرب دوره هكذا، شوف شي برودوي عجبك مزيان، اختار واحد ثلاثه اربعه خمسه كاع، اختارهم حطهم. قلت لهم فيديو فيه اقل من دقيقه، قلت ليه فيديو فيه ثلاثة ثواني. الصوت الاخوان كاين شي مشكل في الصوت؟ مزيان الحمد لله اخاي، ما سمحش فينا هذا الميكروفون هذا في هذا اللحظه الزوينه، وسيرتو انا فهمتي فيا الناس وباغي نشرح وباغي نعطي شي معلومات زوينين لاي واحد مشى دارهم اجي يطفر ويدعي معايا فهمتي. غنقول لك اشنو، غتمشي هادي تشد ديك 1500 درهم تقسمها 50 درهم النهار 5 دولار، انا كندوب 1500 درهم، خلونا ندوب الدولار الاخوان، غادي تجيك 150 دولار. 150 دولار راه اقل من 1500 درهم، لان الدولار دابا طايح على 10 درهم، نازل على 10 درهم، دونك غادي تجيك كثر. المهم انت شد 150 دولار 5 دولار في النهار، هتشد واحد ثلاثه البرودويات اربعه خمسه من علي اكسبريس، هتشدهم تحطهم في السطور عندك، هتبريزونتيهم مزيان، قلت لهم البريزونطاسيون مزيان، قلت لهم المسائل مزيان، هادي طرقتي السطور، طرقتي الباج ديال البرودوي، مبروك. ستيب الاولى سالينا، ارا لك ستيب الثانيه، ستيب الثانيه غادي تمشي تقاد فيديو، غاتقاد فيديو لكل برودوي، غاتقاد ليه فيديو واحد، فيديو 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 فيديو. الفيديو شنو ننصحك؟ ننصحك تقادو تمشيو ليا السميات فيلمورا وندرشير، الا ما تقلتش السميه في المهم فيلمورا كاينه، تكتب فيلمورا وندرشير غادي يطلع لك. علاش غادي تقادو فيلمورا وندرشير؟ في واحد المزيكات كيجيو فابور، الا حطيتيه فيلم ما حطيتيه ما هادشي تشد، يقول لك لا هادي كوبي رايت، المزيكه اللي استعملتي كوبي رايت، هز مزيكه من هادوك كيموتيفيو حطها تما، وسير سير دير داك البرودوي شد ليه اللقطات الحاسمه، ما تقلش تقول هذا المونتاج تيصلح لك نو، شدي اللقطات الحاسمه، شدير دير 4 ثواني ولا 3 ثواني ماكسيموم 4، شدي اللقطات الحاسمه. بحال مثلا اعطيك مثال تاع ماكينه الحلاقه، تبدا تبين غير طن طن، ما تجيش تبين ملي كيحلها وملي كيجبدها من الباكيه وملي غادي تمشي لليوتيوب، غتمشي لليوتيوب وغادي تهز الفيديوهات ديال خوتنا اللي كيشرحوا الماكينه وكيدوا عليها، غتهز الفيديوهات ديال خوتنا اللي كيشرحوا الماكينه وتيدو عليها ولا البرودوي كيدو عليه، غتاخذ منه من اللقطات الحاسمه، غتقاد الفيديو ديالك، غادي تمشي غادي تطلق به فيسبوك ادز، غادي دوز الفيسبوك ادز هو المرحله الثالثه، غتهز داك الفيديو غادي تلاوحو، غادي دير الاشهار كيشوفوه الناس كيمشيو الباج ديال البرودوي ديالك، وحط 5 دولار، حط 5 دولار وسير الناس. وخدا عاوتاني طل 5 دولار صافي، غادي نقول لك انا من النهار الاول راه مبروك عليك البيع، الا زيتي شي برودوي ما عندكش البرودوي، دابا هادي هي الاشكاليه، ما عندكش البرودوي ولكن راه ولا كيجيك البيع صافي، راه اهم حاجه هي تجيب البيع، ملي يجيك البيع غادي تبدل الشخصيه ديالك، غتكتسب الثقه في النفس. وحاجه اخرى نزيدها لك اكثر من البيع اللي غادي دير، غتهز التليفون ديالك وغادي تتصل بدوك الناس اللي شراو، غتمشي اتصل بهم تقول لها الو السلام عليكم خويا، وعليكم السلام، طلبتي كذا كذا كذا، اييه الله يخليك ممكن تعطيني لادريسا كذا 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 كذا، عندنا واحد لوفر الا خديتي جوج كنعطيك واحد فابور، صايقطع معاه المكالمه، قول له الله يعاونك، ما عمر باقي اتصل به ما تصيفط ليه، راك ما نصبتيش عليه، راه ما صيفطت ليه برودوي ما خلصك ما والو، انت راك هي جبتي البيع وامنتي راه كاين البيع وتيقتي راه كاين البيع، وهنا كتبدا واحد المرحله خطيره. دابا المعلم اللي تجرب برودوي وجوج وثلاثه وشهر وانت كتقرا الاي كوميرس فعليا، باش خليني من دوك لي كور وداكشي، كتقرا الاي كوميرس فعليا، لحقتش انا الدوره اللي غادي ندير غادي يكون فيها هادشي، راه ما طبقتيهاش ما غادي دير والو في الحياه، راه التطبيق هو اللي كيدير، اما تبقى تقرا حتى مليون كور بحال جيتي كتقرا كيفاش تلوح في البحر وتسبح في البحر، هذا راه تقرا مليون كور وبالرب الا ما تلوحتي وشربتي الماء وغرقتي راه ما غاديش تفرو، دونك خصك تمشي تخسر الدولار ديالك الاول والثاني والثالث فيسبوك ادز، في اعلانات فيسبوك، خدم هي لوكال، الا كنتي في الجزائر بزاف الاخوان من الجزائر متابعيني، الا كنتي من الجزائر دير الجزائر، خدم على الجزائر، كنتي في المغرب خدم على المغرب، وتوكل على الله، وغادي تشوفوا الاخوان المبيعات غادي تصدم،
ملي تجيك المبيعات ما يجيكش النعاس وديك الساعه كتبدا الحياه، لان الا ما كنتيش كتبيع راك ما غادي دير والو في حياتك، ما غادي دير حتى لعبه في حياتك. لان البيع الاخوان علاش اللي تيخلي عندي انا الثقه في النفس، هو في 2018 بعنا اكثر من 16 مليون دولار، كنبقى كنقول انا ومنوره ماشي بوحدي، انا منوره مع بزاف الناس مورا ديك الشركه اللي درت 16 مليون دولار في المبيعات. هادشي كيبني عندي واحد الثقه في النفس فهمتي كبيره ديال اي مضافكر كيدوي ولا شي حاجه ولا في الحياه ولا كذا. مثلا قدرت تسلم على شي واحد من جاوكش السلام الا كنتي شخصيه ضعيفه تقول الله ما بقى نسلم على يا ملي لا يجاوب فهمتي ديك العاديه دونت جيف ا فاك. كتبني عندك واحد الثقه مناش كتجي، كتجي من البيع. الا كنتي ناجح في البيع تولي ناجح في كل شيء في الحياه، غتكون ناجح مع مراتك، كتكون ناجح مع عائلتك، كتكون ناجح مع المجتمع، كتكون ناجح في علاقاتك، كتكون ناجح في النيغوسياسيون ديالك كامله، غتكون ناجح اي حاجه. علاش؟ لان ملي كتمشي تدو مع باك تقول له اعطيني الفلوس وتيقول لك لا، راه هي واحد العمليه ديال البيع، انت كتقنعو انه يعطيك الفلوس وهو قال لك لا. هادشي اللي باغي تبيع ليا ديال انا باغي نمشي للبيسين انا ما مسلكنيش ريح الارض، ما قنعتيش يعني ما بلا ما تبقى تقول وانا ما عنديش مع البيع وما باغيش خدمه فيها البيع. دونك ما تجيش دير الفلوس في الحياه سالينا، خاصك البيع. واش انت كتحلم؟ لا اسمح لي، يقدر تقول لي لا اخوان انا ما كنحلمش ندير نكون لاباس عليا، انا باغي نخدم ب 4000 درهم ونريحكم على امي ديما في الدار ونكبر شي وليدات وكذا. اسمح لي اخويا هاد الهضره هادي نساها اللي كنقول لك، وسمح لي على هاد الطفول هذا، ولكن راه الطفول هو انت طالق اللايف ديالي. هاد الهضره غادي ماشي لاي واحد. الا كنتي كتحلم دير الفلوس، تحلم دير الفلوس كاينه في حاجه وحده، خاص تماستري البيع، خاص تعلم تبيع. الا كنتي كتبيع غادي تمشي مزيان في حياتك، الا كنتي كتبيع غتولي واعر في حياتك، غادي تافونسي في حياتك، غادي تقدم في حياتك، غادي تولي حياتك واعره. وكل ما كتماستري البيع كل ما كتولي مزيان في حياتك. اقول لا انا ما باغيش البيع، راه اي حاجه صاحبي البيع راه اي حاجه، راه باش تمشي مثلا انا قنعت شكون هذاك خونا مشات ليه النيابه، المهم النيابه الراس الكبيره في النيابه ديال مراكش، اني انتقلت من بي تي اس لبي تي اس. كنت كنقرا في بي تي اس في ليسي محمد السادس وانتقلت لبي تي اس في ليسي حسن 2، وممنوعه وقانونيا غير ممكنه، قانونيا نجي نقول لك القانون غير ممكنه في المغرب. ودرتها لاني جلست مع السيد اللي هو اش كيسميوه رئيس النيابه ولا المهم شتي الراس الكبير ديال النيابه ديال مراكش ديال التعليم. جلست معاه قال لي انت مالك؟ قلت له واحد جوج ثلاثه، هاشنو باغي عندي مشاكل في داك الليسي، هذاك خونا المدير، انا راني كنقرا تما 5 سيزيام باك وبريمير اني بي تي اس، وهو الله جاد العام الاول وطرا لي معاه مشكل، انا هو اللي عندي النقطه الاولى في البي تي اس، يعني انا ماشي شي حمار ديال المشاكل، هو اللي الله جا وهو اللي يدير المشاكل داك المدير. وباغي قال لي ما يمكنش، ما فهمتي بكثرت ما اقتنع، يعني خونا اللي كيدوي معايا عنده علاش كيدوي. قال لي غادي نشوفوا كيفاش نديروها، وهزوا لي الدوسي ديالي ورحلوه وداروني بحال اللي قريت حتى العام الاول، قريته في ليسي حسن 2. انا ما قريتش العام الاول في ليسي حسن 2، قريت العام الاول في ليسي محمد السادس. يعني صاحبنا حتى هذا راه بيع، راه الا كنتي فاشل راك فاشل فهمتي، تقولش انا تنبغيش البيع، راه اللي كنتي فاشل في البيع تفشل في حياتك كامله اصاحبي. علاه كنقول لك خاصك تبغي البيع اصاحبي، خاصك تقول لا انا باغيش البيع، البيع اصاحبي تبقى تمشي تبيع العباد صاحبنا، راه اي حاجه في الحياه راها بيع، راه باش تقنع مراتك فهمتي، تمشي عند باها وتقنعو تقول لها راه انا هو اللي نصلح لبنتك، ويقول لك واخا راها بيع، راه كتقنعو بك نتايا، كتقول ليه شوف انا يا شنو كندير، شنو خدام، شنو كدا 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 كدا، باش هو يتأمن على بنته. راه انت نهار تولد بنت وتولد ولد وبنت خصوصا بنت وتبغي تعطيها راه تخاف عليها، راه الانسان كيخاف على بنته، راه كبدته هذيك بغى يعطيها لك، يعني واش تقنعو؟ وهذاك الاقناع في حد ذاته بيع. يعني انا ملي كنكون كندوي على البيع راه ما كندويش لك على بيع برودوي في شوبيفاي، لا راه لا لا الا كنتي كتقول لا انا ما تنحملش البيع، لا خويا علاش نولي كوميرسيال؟ لا اخونا علاش ما توليش كوميرسيال؟ انا الشخصيه جا خي جات بزاف من اني كنت كندور في مراكش كنفرق الفلايرز في الصيف، ما عندي ما ندير فهمتي، ما عندي حتى حاجه في الصيف، راني مريح كاملين في الصيف، راكم مريحين التلاميذ، هاد الهضره ديال التلاميذ في الصيف كلشي مريح. عندي 17 عام، داك العام الله كنت نكمل 18، سالينا في شهر 6 8 نكمل 18، شهر 8 نهار 29 عاد عيد ميلادي، انا كمل 18 جالس في مراكش. شنو كندير في 17؟ راه ما عندي ما يدير، تنجي نخدم في الانترنت ماركتينغ في الليل، كنحاول ديك الساعه شويه اي باي شويه ادسن شويه، باقي تالف فهمتي، 17 عام باقي تالف، باقي ما فهمتش، باقي ما عنديش توجيه، ما عنديش شي حاجه، باقي الله مقاتل مع الوقت.
ولكن الصباح شنو تنجلس نديرو واش تنجلس حدا الوالده في الدار نتعاود انا وياها صاحبي راه ما ديك الهضره ماشي افونسي اشنو كنت كندير كنمشي كنفرق الفلايرز واحد الشركه سميتها الا بقيت عاقل سيو هوستي كنت كنمشي كنقلب تنفرق الفلايرز في الزنقه في جامع الفنا كان تيعجبني جامع الفنا ودوك لي زاجونس دو فواياج لي تما ولي زاجونس دو لوكاسيون دو فواطور كانوا النهار الاول نقول لك كنفرق الفلايرز ما الدافيه حتى واحد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس واحد الوقيته ولات كديفلوب عندي واحد المهاره كنمد الفلاير سبحان الله الا كنحس بها انه ودي تجاوب واي واحد كنجبد معاه الهضره يبل الفن وكنبدا شادو بالهضره الهضره 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 وكون في الهضره كندوز ليها الميساجات اللي باغي وكذا وكنت نقول لك قسما بالله الا ليامات الاخره ديالي والله ما كنت شي نهار كنرجع للشركه كنحط داكشي اللي بقى عندي في الفلايرز وداكشي ونمشي في حالي قسما بالله ما كانش نهار كيدوز بلا كليان قسما بالله ما كانش نهار ما تيدوش بلا كليان كتلقى شي اجونس لوكاسيون دو فواطور بغات تسيل شي اجونس لوكاسيون دو فواطور بغات دير جوجل ادورد كانت كديروا لها ديك لاجونس كان المهم فهمتي كان ما ولا بد تلقى وهذا الشيء راه ما كانش النهار الاول ولكن الاكثريه ديال الاخوان غادي يمشي يفرق الفلاير غايقول لك واه الا نفرق الفلاير على 20 درهم في النهار صاحبي اشنا هي 20 راه فعلا اشنا هي 20 درهم في النهار ولكن هذه هي مشكلتكم صاحبي كتبقاو تقلبوا على شي وظيفه واعره زوينه ولكن راه ما جيتش تفيدك شي حاجه نقول لك قسما بالله الا داكشي اللي استفدت من تفرق الفلايرز والهضره مع الناس والتجاوب مع الناس وكيفاش تدو مع الناس وكيفاش تقنع الناس داكشي اللي استفدت من تفرق الفلايرز كيسوى الملايين ولكن انت جيت تقول لا اخويا انا باغي شي خدمه في شي مكتبه محترمه نريح يعطوني 50 درهم لا انا ما نقبلش اخويا بخدمه في مكتبه على حقاش شنو غادي ندير نمشي نجيب الكتاب ونعطيه ليه يقول لي واحد السلام خويا عطيني الله يخليك داك الكتاب ها هو الله يخليك ممكن تطبع لي هذه الورقه هذه لا ما نقبلهاش واخا تعطيني 100 درهم ما نقبلهاش واخا تعطيني 100 درهم في النهار ما نقبلهاش اصاحبي غنقبل 20 درهم ونفرق الفلاير لان كنتعلم واحد الحاجه اخرى كنتعلم واحد الحاجه اخرى فهمتي تتعلم شي حاجه يعني حتى ملي تكون كتشوف شي خدمه ما بقاش تقول شحال هادي نشد في هاد الخدمه هادي بقى تشوف شحال هادي تشد في ديك الخدمه وشنو غادي تتعلم منها على حق داكشي الا كانوا غادي يعطوك شي حاجه وانت ما كتعلم والو محطينك في مقاطعه عاطينك 4000 5000 درهم في الشهر اش كدير كدير دك 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 اللي جا كطبع عليه اوراقه السطر ما غاديش تعلم شي حاجه راه سيميون نولي كوميرسيال في اي شركه ب 4000 5000 درهم وما نوليش شركه خاصه نولي نفضل نكون كوميرسيال في شركه خاصه ب 4000 5000 درهم في الشهر وما نوليش اخويا في المقاطعه كنقالي زي الوراق ب 4000 5000 درهم ما عرفتش حتى ما عرفتش شحال كيجدوا ما نقبلهاش لان تما غادي نتعلم واحد الحاجه جديده ملي غادي نبقى نوقف على الناس منفترضوا خدمت في شي كوميرسيال ديال شي برودوي في شي اجونس كنوقف كيجيو الناس سلام سيدي صافا بخير واشنو خصك خصتني هادي كدا كدا واصلا انا نقول لك كاين واحد القضيه ديال تقول للبنادم شنو خصك ما تيتجاوبش معاك كتولي كتقبل الريجيكشن عرفتي شحال من واحد مشيت باغي نمد ليه فلاير ورفضني واش عرفتي شحال من واحد مشيت بغيت نقول ليه خويا هاك هادي تيقول لي لا لا ولا تيشوف فيا واحد الشوفه فهمتي تيدور وجه لجهه اخرى راه هذا الدرس غتخلص عليه الفلوس يا صاحبي الدرس ديال تولي تهاند للريجيكشن ديال المجتمع والناس كيرفضوك وكتجيك عاديه ارى من بعد زيد رفضني انت ارى اللي من بعده زيد 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 ها هو شدات مع هذا تعلم بلي ان راه بزاف الناس ما تيهاندليش الريجيكشن في حياته ما قادرش يهاندلي الريجيكشن وهذا الدرس تعلم ولا مشيت تفرق الفلاير في الزنقه ما تعلموا لا في المدرسه لا تعلموا في الواقع هاندلي الريجيكشن ديال الترفض وغادي ترفض في حياتك هترفض مره وجوج وثلاثه ومليون مره باقا كتسناك ما حدك مطول معانا في هذه الكره الارضيه باقا غادي ترفض في حياتك وخاص تعلم هذا الدرس هذا على حقيقه راه يوميا الى يومنا هذا كنبغيو نديرو دي زافر مع ناس كنقترحوا عليهم شي حاجه كنعطيوهم شي كود ديال 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 هاد الثمن هاد الدوفيا هو بشحال تيقول لك لا شنو غادي تنوض دير لا تعصب عادي دوز ولكن في الاول ما كيكونش عادي ما تتكونش عاديه سمح لي ما كتكونش عاديه انا راه النهار الاول جيت تنقول محال واش غدا اجي نرجع صافي فهمت هادشي ما مسلكنيش هادشي فهمتي وبالتمريض في عقلي بالتمريض فهمتي ديك الليله بالتمريض في عقلي شويه ماشي شويه بزاف نكذب عليك لا بالتمريض في عقلي ديك الليله ملي مشيت تنفرق الفلاير وبنادم ما تيتجاش فيك من الاخر فهمتي تمشي تبغي تمدل شي خونه تقول لي السلام خويا يقول لك لا خويا يشوف بعدا سميتو لا 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 ما محتاجش واهر شوف فهمتي كدو مع بنادم لان انت ما عارفش وكتحاول تزيد تقنعه هو تيزيد يقمعك وملي كيقمعك انت كتزيد النفسيه ديالك
تفهمتي تلعب عليك وكتسمح في داك الشيء. وهذا راه درس مهم خصك تعلمو تهاند لي الريجيكشن. بزاف ديال الدراري ما عندهمش هاد القضيه هادي. راه الريجيكشن هادي تمشي مثلا راه بلا ما تجي فيها بطال وعار وكتفهم، راه تمشي دو مع بنت في الشارع، راه علاش كتخاف تمشي دو معها؟ كتخاف من الريجيكشن، كتخاف من انها تقمعك، اللي كنسميها تقمعك كتخاف منها. ولكن الا قدرتي تهاند لي الريجيكشن غتمشي عند الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وهتشد مع رقم 13. والناس ما هادشي يشوفوا ديك الاولى والثانيه دوك التجارب ديال الفاشلين، راه ما عمر الناس كيشوفوه. الناس كيشوفوا داك النجاح ديالك ملي غادي يشوفوك مع 13 غادي يقولوا خونا معلم خونا واعر. نفس القضيه دابا الناس شنو كتوريهم؟ كتوريهم ذا فاكين البارح الفيديو اللي بارطاجيت اول كونت ديالي في تايلاند بيرسونال اكاونت، ما تندوش على الكونت الشركه، كونت بيرسونال اكاونت مليار ونص. بنادم هادشي اللي شاف اوه ما شافش الصهير التماره تيوانا الصداعات المشاكل تشد الكونتينر جيب لي في جي اي جيب هادي ينعبو جين ام الكونتينر اللي قالت كيزيد في اليامات تما وصل 22 يوم هو تما ناري شحال غادي نخلصو عليه ناري شحال ديال الصداع هادي خاص تقاد لها هاد الورقه اخرتها التريجيكتا غنضيعو فيه لا سحولو شي بلاد اخرى بيعو بنص الثمن وما تخليناش نضيعو. ما شافش هادشي الناس ما غاديش تشوف هادشي. وبليز دير شي حاجه مزيانه في حياتك علاه فهمتي تقاديما تنبقاو مع ديك القضيه ديال عاوتاني واحد القضيه اخرى بارطاجيت واحد البنت قلت لهم ما هي شفت تبارك الله موهبه ضائعه كتغني في السوق درت اكثر من $500 في الساعه وانا واقف كنتفرج بنادم تيلا واحد الفلوس من هنا لوحت الفلوس وشفت راه كاين واحد الباليزه كانت قدامها عامره بالفلوس بنادم تيلا وحال اللي كيلوح اقل حاجه في الطيرون كتكون 20 باط هي شي 120 ريال مغربيه هي 120 ريال مغربيه اقل حاجه كاين لوح 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 وبنادم اللي تيلوح ب 30 درهم 50 درهم 100 درهم فهمتي الباليزه عمرات تبارك الله نقول لك كاينه واحد $500 جمعتها في ساعه المكانه. ملي بارطاجيت ديك البنت اللي كتغني في السوق وقلت لهم ها انت شوف اصاحبي اللي كيقول لي كيفاش ندير راس المال راس المال خصك تمشي تحرك ديرو. ها هي بنت في عمرها 8 سنين مشات هزات الميكرو ومشات للسوق وجلست تغني. غنعاود نبارطاجي السطوريه من ورا هادي باش يشوفها اللي ما شافهاش وبدات تتغني في السوق وشوف على اقبال طرا عليها على حقيتاش واعره بنت واعره عندها واحد الصوت واعر شدات جيتار الكترونيك ونزلت للسوق على 8 سنين. هذيك الشخصيه الا قدرت نجيبها وشكون هي ونتبعوها من هنا 10 سنين غتلقى شي شخصيه واعره 8 سنين الا تبعناها على 20 عام. علاش؟ لانها تعلمات تبيع وتعلمات عندها واحد المهاره. شي بنادم قال لي بزاف ماشي واحد بغيتينا ننزلوا للسوق نديروا حتى حنا الحلقه باش يضحكوا علينا الشميت صاط ما دي دير والو في حياتك. على حقيتاش هاد العبده ضحكوا عليه الشميت تاعي ولكن فينا هما الشميت دابا اخليتهم لهيه راه لا ما ضحكوش عليك الشميت راه ما دي دير والو في حياتك اصاحبي. اش التفكير هذا ديال الحبس بديت نزلنا نديروا الحلقه في الشارع باش يضحكوا علينا الشميت راه تبقى في بلاصتك راه تما فين يضحكوا عليك الشميت راه تما فين غادي تولي ضحكات ديال الشميت. على حقيتاش هاد اللعبه هادي تسمى اللعبه ديال القرد. شي قروده جمعوهم وحطوا لهم سميتو في الشجره حطوا لهم البنان في الشجره وتيجي شي قرد يبغي يطلع تيخوي الماء على الاخرين تيجي القرد الاول تيبغي يطلع يجيب البنان تيخوي الماء على الاخر واحد لقيت شنو ولاو كيديروا ولاو القروده كاملين تيجيبوا يطلع شي واحد تيشدوه. واش دابا انت هتولي دابا القروده المشكل ما كيشدوش ولا هي العقل ديالك كيشد كتقول لا اخويا حتى انا غادي يضحكوا عليا صاولات هذه القضيه ديال لا اخويا انا يضحكوا عليا الشميت. شوف بغيتي تنجح في هذه الحياه هذه بريدي غيضحكوا عليك الشمايت غادي يشمتوك الشمايت غادي يتفلاو عليك الشمايت غادي يدوا لك رزقك الشمايت غادي تشمت مره وجوج وثلاثه غادي تفشل مره وجوج وثلاثه. الاخوان راه ما كاينش واحد يبارطاجي معكم هادشي على لونتربرونيا راه كاينين المدافاكرز اللي باغي يبيع لك كور وكيقول لك سهله غادي دير على لونتربرونيا غادي تكون ناعس بحالي هكا والفلوس داخله من التليفون من البيسيك صات ماشي هادي لونتربرونيا. وحق الله حتى هادي النفسيه ديالك غتمرض النفسيه ديالك غتمرض ماشي تيك النعاس نهار وجوج وثلاثه. راه انا كنقول لك الا مشيتي درتي هي برودوي في فيسبوك وانت اول مره في حياتك مشيتي درتي برودوي في فيسبوك وجاب لك المبيعات ما يجيكش النعاس غير هادي ما يجيش تجيك النعاس ياك نجحتي جاتك مبيعه واتصلتي بنادم قالو السلام خويا
معايا السكري السكري الله يخليك طلبتي اجي كدا دوي معاه شغل ويلي ويلي كيفاش 50 درهم صاحبي جابت ليا ستات البيعات ودويت معاهم وقالوا لي وانا مشيت وصلت ليهم والبيعه ب 300 درهم نقول لك الاخ واحد القضيه ما تبيعش بقل من 290 شد شي برودوي زوين وبيعو ب 290 درهم 300 جرب لي بري حتى هادي ديرها فهاد 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 30 يوم هادي فهاد ليكول ديال الفيسبوك اللي 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 اللي, اللي, اللي كنعطيك الاقتراح ديالها ماشي ما ندير لها كل والو سمع راه داير اقتراح كنقترحو عليك الا درتها تفرو في حياتك غادي تمشي تخسر 1500 150 دولار في فيسبوك 5 دولار في النار وخا تجيب المبيعه ب 290 درهم ما تغرش كل هدا اجي نجي ليه 390 نشوف شنو غادي يطرى غادي تصدم انك يجي البيع اجي نجي ليه 490 انا ما خسر والو اصلا ما عندي برودوي ما عندي حتى شي حاجه عندي 50 درهم في النار كاللوحه اول حاجه خاص تعلم في لونتربرونيا هي تخسر وإلا ما درتيش هاد اللقطة هادي وخسرتي في فيسبوك راه والله لا تفرتي لأن احنا يوميا كنخسرو كنشريو البرودوي اش من البرودوي كنشريو فهمتي بالكونتينرات سمع داك الشيء راه فهمتي فهمتي تسمع داك الأثمنة مشو ما ندويش في الأثمنة لاخاطش ديما تنقول خلي فهمتي خلي المحنة أنا ما عنديش عليه ندوي على المحنة فهمتي المحنة اللي كندوز وما عنديش عليه ندوي فيها بزاف عز عليا ندوي في داك الشيء الزوين داكشي الزوين ولدتو في لان المحنه كلشي كيدوي كلشي ادخل لي جروب ديال الفيسبوك ما عطاوناش راه عيانه ولي كنخسروا الفيسبوكات كيتسدوا باي بالات كيتسدوا داك خونا نيت اللي كيتشكى نهار كيطفر نهار تيخبر من تما نهار تيطفر هذاك خونا اللي كان تيتشكى كيخبر من داك الجروب ما عمر تشوفو شتي عرفتي الجروبات ديال الفيسبوك كيجيوني كيجيني بحال شي سطل ديال التقيه اللي جا اللي طرات لي شي مشكله كيجي التقيه تما يا صاحبي الا طرا اما خوتنا اللي باخر ما عمرها ما كتلقاه تما هي تتلقاه صافي نهار كتلقى حن عليه الله تحيدات منه تحيدات منه التقيه برا صافي تقول لك دا اش اخويا نمشي لتما ما عندي ما ندير تما هذا هو السبب اللي ما تيخليش فهمتي ما نحلش فيسبوك هو واحد الوول كتحلو فهمتي فيه السلبيه ودخل شي جروب ديال الايكوميرس حتى هو شنو تلقى فيسبوك تسدوا تيحطوا لنا حنا العربه الايباي كيتسدوا تيحطوا لنا العربه خويا الظلم اخويا الله يحسن العوان اخويا حنا مظلومين مقهورين خويا باي بال كيتسد خويا ما كاين التقرفيده اخويا ديال هذا اخويا ما كاينش شي واحد يجي يقول لهم الشرفه فراني انا راني متفرو عرفتي علاش اجي قرفدو حتى هو يقول لك كيفاش نضم تفروا لدين امك وحنا حنا تفرنا حنا ما تفرنا علاش كيفاش انت تفروا حنا حمير خاصك انت تكون حمار بحالنا كلشي يكون حمار الحمار تاعبوك علاش انت ما تكونش حمار انت حمار غادي يهرب وبالتالي ما كيجيش اصلا ملي كيطفروا كيهرب وبالتالي الاخوان انا كنقول لك شوف اول حاجه خاصك تعلم هي الكوان فين كتريح ومع من كتريح جوج هي خاصك تعلم تخسر الفلوس انا ما كنبيع لك لا كور لا درس لا حتى شي حاجه وحتى البلاتفورم عندنا فيها واحد القضيه ميزه كاع سير حتى تربح عاد خلص الا ما ربحتيش ما كتخلصش ما كايناش حتى في شي بلاصه وعلاش حنا وصلنا فضل انا عندي بيان سوري 15% في يوكان كنت قلتها في واحد واحد النهار قلت لكم سول الاسئله نجاوبكم عندي 15% في يوكان علاش مامن بهذا البروجي هذا لا خويا ما دخلنا حتى فلوس ما كاينش شي حاجه سميتها الشهريه اجيت الا بغيتونا نخدموا على هذا البروجي هذا هاد الشهاده ميتين كان بيننا وبين كاع الدراري الغيساني زهير يونس الرفاعي كلشي كان جالس هذا البروجي هذا إلا بغيتوني أنا شخصيا نكون فيه أنا معاكم ولكن أخي حيد لنا ديك كنا كندوي على ياش على 10 دولار في الشهر قلت لهم لا سمح لي 10 دولار في الشهر أجي نتقاتلوا مع بنادم وتخليه يدخل الفلوس هو الأول عاد يخلص هاكا أجي تولي عندنا واحد المهمة في الحياة وهاد البروجي هذا كيبان لي أجي يولي بليون دولار كامباني بغيتوني نكون فيه أمرحبا الإخوان أمرحبا شرط خلي الناس تربح وملي تربح عاد حنا نتخلص خليهم يبيعوا 5000 دولار عاد يجيو يخلصوا 25 دولار ما اما نجيو حتى حنا نديروا داكشي ديال اجيك دابرا ونديروا داك الاشهار ديال ها انا درت الملاير بهذا البلاتفورم ونجي بنادم يحط 10 دولار 10 دولار 10 دولار والغد ثلاثه لقات تسمع لنا نصاب لا 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 خويا لا انا ما محتاجش انا وصلت واحد ستيب في حياتي
فهمتي البيدجي ديالي النيتورك كيتسمى فايت 10 المليار دولار ما نزلش اخويا لهاد النيفو هذا لا دين جانا فهمتي يجي بنادم يحط عندي 10 دولار ويقول عليا نصها لا اخويا ما تحط عندنا حتى ريال سير اخويا تخدم سير اخويا تخدم هو الاول وملي تخدم الا نجحتي وجي خلص واللهم يسر وعجبتك شي بلاتفورم اخرى راه ما حاطين عليك اخويا لا سيف لا والو سير اخويا الله يستر لي انت وحنا عندنا التارجت في افريقيا وشحال من دوله هنا غنجيوك وعطيني الستيب الثاني الستيب الثاني هي من ورا ما تسالي هذا في المغرب ويبان لك البيع في المغرب ديك الساعه عاد سير لدرب عمر في كازا ولا سير لاسواق الجمله وشوف الناس تما وهز داك البرودو قول له خويا ما لقاش عندك هذا لا ما كاينش هذا كاين غير هذا شوف هذاك اللي عنده رجع شوفه في علي اكسبريس رجع شوفو في علي اكسبريس ملي تشوفو في علي اكسبريس قالت لي عاوتاني اشهار وحطو شوفو في البيع بالك غادي مزيان جاوك عشرات الاوردرات حتى يجوك الاوردرات سمع حتى يجوك الاوردرات عاد سير شريو شوف من بعد تولي تعرف تهاندلي تولي تعرف تهاندلي اللعيبه تولي تعرف تهاندلي اللعيبه هكا ما بين شحال تشريت الكميه شحال تصيفط شحال يرجع لك وراه ديجا بارطاجيت معكم واحد السيميلاتور ديجا بارطاجيت معكم واحد السيميلاتور فهمتي تبقى دير دوك الحسابات ديالك واحد الموتور ديزاي صطعنا ريتي دوز تبقى دير دوك الحسابات ديالك فهمتي ديال الا رجعت لي 50% ديال السلعه شحال نخسر الا رجعت لي 40% ديال السلعه شحال غادي نخسر شحال غادي نربح انا نقول لك راك رابح ماشي شحال اذا توقع الخساره واخا راه في الاخر غادي تحسبات لك راك 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 رابح شوف واحد الاخان تبعك كندوق قاعد شي خوده اخوان سمع اللي يجي يفيدك وسير ديرو على حقاش نقول لك واحد القضيه عاوتاني لوط اوف مادافاكرز اللي كيبقاو كيدوب سلبيه بزاف المرات هما واحد الاخوان اللي خدامين وما باغينش شي واحد اخر يخدم ما باغيين شي واحد اخر يخدم ولا يطفروا فهمتي ديك اللعبه ديال قاعد شي خوده صات سير خدم هاد الشيء اجي يخدم لك لا علاش اجي نبيع برودوي هو ما عنديش لان باش تعرف ان كاين البيع باش تبنى عندك الثقه ديال راه كاين البيع واش نصبتي على بنادم لا بنادم ما خسر حتى شي حاجه ما صيفطتش ليه برودوي ما خلصوش ما حتى شي حاجه ما نصبتيش على بنادم انت عرفتي كاين البيع وجوج انت اللي خسرتي فلوسك في الاشهار باش تعرف راه كاين البيع انا نقول لك واحد القضيه باقي كنستعملوها الى يومنا هذا احنا مليون دولار كامباني كنا قبل شي 4 شهور اجي بنا لونسي واحد لا مارك المكانات هاد لا مارك المكانات بغينا نبغي نبيعو ب 3000 4000 دولار المكانه وملي كنا بغينا لونسيوها قدينا الكونسيبت تاع المكانه كامل وطلقنا الحملات الاعلانيه بحال لا كاينه وحتى جانا البيع عاد عرفنا شكون هما المكانات اللي خدامين وشكون هما المكانات اللي ما خدامينش واش عاد مشينا للوزين قلنا ليها شحال تقدنا الكميه ديال هادي شحال تقدنا الكميه ديال هادي ما هادش نمشي نخرج مكانه ونحطها عندي في السطوك ونمشي نبيعها وما نلقاش اللي يشريها هادي تتسمى ستوبيديتي تتسمى ستوبيدي الا درتيها خاص حتى تعرف القضيه راه خدامه عاد تمشي ديرها وراه اللي خلصونا راه ما خلصوناش راه غير اوردر دار غير دار اوردر وهي راه كاش اون ديليفري تنوصل لك عاد تخلص انت ما خلصتيش فينا هي عمليه النصب وفينا هي هاد الخدعه هادي الخدعه هي حنا غنكونوا صرفنا شي 20000 دولار من جيبنا باش نتيستيو هاد الماكن هادو ونوصلوا لدوك الناس المهمين اللي عندهم مع الماكن وكذا وسميتو ويشريو حنا اللي خسرنا 20 مليون من جيبنا في التيست اما العامل ما خسر حتى شي حاجه واتصلنا وكونفيرمينا وحاجه اخرى نقول لك هي دوك الناس اللي كتتصل بهم كاين واحد السكريبت اخر الا كان عندك شي حاجه زوينه وشي حاجه واعره اللي ما سالش الناس يجيبوها من بلاصه اخرى تقول له الله يخليك السلام عليكم سي كريم اللي معانا هي سي كريم الله يخليك طلبتي المنتج كذا 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 طلبتي المنتج كذا 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 اييه طلبتو غادي يزواد الكاميرا تما تجي تما تبارك ماشي مشكل اييه طلبتو سي كريم كان المنتج كان عليه واحد الطلب كبير الستوك ديالنا سالا وغادي يجي من هنا شهر ونص واش فيك ما تسنى شهر ونص نحطوك في ليز داتون ونتصلوا بك ملي يجي غنقول لك اكثر من 60% ديال الناس غادي يقول لك واه اتصل بيا وغادي تتصل بهم ملي غادي يجي والاكثريه ديال دوك الناس اللي درتي في ديك ليز ديال داتون غادي يقول لك اه صيفط ليا وغادي تبيع ليه صاب راه هي غير هنايا راه الجيم كامل غير هنايا ما تبقاش تقول صاحبي انا تنفكر في البرودوي انت ما عمرك درتي التابعه في حياتك صاحبي اش قرب كل شيء برودوي ولا شيء صداع
دابا خاصنا برودوي باش نبداو نبيعو. انت صاحبي ما عمرك درتي حتى مبيعه وحده في حياتك، اش دخلك في هاد الهضره هادي ديال البرودوي؟ هادي هضره ديال الدراري الكبار اللي قراو في المدرسه وتخرجوا. انت باقي ما درتي حتى بيعه في حياتك، ما عمرك حليتي سطور في حياتك، ما عمرك كلونسيتي كامبين وحده ديال الفيسبوك ادز في حياتك. اشنو قربك للبرودوي ولا البيع ولا تصيفط في امانه ولا شركه اخرى ولا الروتور ولا داكشي؟ وانت اصلا باقي بعيد اصاحبي. هاد الدرس الاول اللي خاص تتعلم هو اللي تمشي توفر واحد 1500 درهم، تمشي تحل ستور فابور فيوكا، بغيتي تحلو في شوبيفاي انا نقولها لك سير حلو تمايا $29 هي الاولى تحطها. هادي السلام عليكم. بغيتي تعاود انا ننصحك تحلو فيوكا وتا الكونفرشن فيوكا وبلوس تحلو بالعربيه جوج دقائق الا تعطلتي تحلو في 30 ثانيه. الا كنتي كتكتب بشويه ديال الدرو في جوج دقائق، الا مشيتي ديرو في شوبيفاي تجلس فيه سيمان 3 ايام. الا كنتي طياره كترجم اجي ديرو وانت اصلا ما عمر درتي شي حاجه صعيب 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 صعيب. هذا هو الخلاصه ديال مشيتي تقاد تسطور بالعربيه في شوبيفاي صعيب، فهمتي؟ لان تندويلك على النيفو ديال واحد مبتدئ. اجي تمشي ديرو في يوكان في دقيقه، اجي تقول طق 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 فابور طق صافي وجد. غتمشي اجي تحط الفيسبوك بيكسل ديالك طق، وتحط برودوي طق، وتحط جوج ثلاثه اربعه ديال البرودوي غتحطهم، وغادي تمشي تطلق الكامبين ديالك الاشهار ديالك الاول صافي. واجي تيبان لك البيع، وملي يجيك البيع هز التليفون اتصل بعباد الله، ما تصيف ما عندك لا برودوي لا والو، اتصل بعباد الله وتكونفيرمي البيع. عاد تبنى عندك الثقه، عاد تولي تفهم كاع الهضره اللي كنقول دابا، عاد تفهم، عاد تقول وات ذا فاك، عليها السيمو كيدوي، عليها الخوت هادشي اللي كانوا خازنين، عاد دابا فهمت الفلوس فين كاينه، عاد تنوض من النعاس، عاد يديروا لك بحال دابا راه انت عينك مغمضه، راه مغمضه ماشي في والو، عاد بحال اللي يحلوا لك وتجي تقول ودي المشكله اللي طرا لي اتبات بلا نعاس، اتبات الليل كامل وانت كتحسب في الفلوس. هذا الشيء شفته مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه. الانسان كي كيدير هذا الشيء اللي تنقول ليه انا كنقول تيبقى عليا دابا حتى في تايلاند، في تايلاند راه تنكون شي شحال من واحد هنايا في تايلاند على ها كيفاش تبدا كيفاش كدا. شو الصوره انهم تيكونوا خدامين في الشركه عاد تيجيبوا البروسيس كامل تيقول لك اخو اسيمو انا باغي نبدا كدا 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 نبيع الحوايج، نتوما ما كتبيعوش الحوايج عافاك باغي نبدا الحوايج. تنقول له هي وشنو درتي؟ مشيت عند واحد لوزين ديال الحوايج. طالوني كيجيك من الاخر ما كيخدمش في دارك، تيخدم في وجهك. الا كان تيدير شي حاجه كيجي يقولها لك، الا كان محامي تيجي يقولها لك، ماشي يجي يقولها من وراك. اش اللي كيعجبني فيهم؟ خدام معاك في الشركه وتيجي يقول لك انا باغي ندير باغي ندير، والله ما نبيع هادشي اللي كتبيعو، غنبيع حاجه اخرى. اشنو واخا قول لي شنو درتي؟ تنبيع الحوايج مزيان. شنو درتي؟ حليت واحد سطوره الحوايج وشفت مع واحد لوزينه الحوايج وديجا شريت من عندهم هادي وهادي 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 وهادي، ما بغاوش يتباعوا ليا. شنو هي الخبره ديالك؟ لا انا صراحه شفت البيع عندكم في الشركه وداك الشيء وقلت هادشي فيه حتى انا نتوكل على الله نبدا. صاحبنا اش تقربك تمشي لشي برودوي ولا تشري شي برودوي ولا هاد السيد هذا هاد السيد هذا فبارطاجيت هذاك العام الاخوان اللي متابعيني راه بارطاجيت حلا دوك الاناليتيكس ديالها ديال شوبيفاي وشحال دارت. المهم هاد السيد هادي اخر تولنا مقاتلين مع داك ستوك باش تسالي، قلت لها جامي جامي تشري الحاجه قبل ما تيستيها، جامي تشري شي حاجه قبل ما تيستها ولا تكون عارفه راه خدامه بناء على شي داتا عندك سابقا، التجارب ديالك سابقا، التجربه ديالك في الحياه سابقا، التجربه ديالك في المبيعات سابقا. علاش غادي تشري واحد البرودو في الاخر تلقاه ما يتباعش بزز باش ولات فكات داك الستوك اللي عندها وفكاتو بالخساره، ما فكاتوش بالربح، الستوك ديالها باعته وفكاتو بالخساره. يعني نقول لك باش تفك داك الستوك الاولاني اللي تشمتات فيه. عاد قلت لها التاكتيكا هو من هادشي اللي تباع كامل شنو اللي بان لك مشي؟ اللي بان لي مشي هما الاندرويرز، الاندرويرز وسير الصيف الاندرويرز. اللي بان لي مشي هما الكيطمات ديال النعاس، ماش تسموش الكيطمات سمو بيجاما شي لعبه بحال هكا. المهم هادوك ديال النعاس البنات حتى همايا مشيين اوكي تخصي فيهم، سيري ديري داكشي اللي خدام، ما تمشيش تبيع اللي ما خدامش، ما تمشيش تبيع اللي كيعجبك انت. انا بانت لي هادي عجباني نبيعها، لا صاب ماشي هكا دير البيع.